ويخليني كمان اتكلم معاكم النهارده عن الفعاليات بقى اللي بتحصل على ارض العالمين، عامله ازاي الاجواء، عامله ازاي كل ده، هيكلمنا عنه بالتفصيل كريم بيبرز اللي معانا دلوقتي. مساء الفل عليك يا كريم، واحكي لنا كده التجهيزات للحفله عامله ازاي، شايفه ما شاء الله الدنيا زحمه وراك، احكي لنا. تحياتي ليك يا بسنت وتحياتي لجميع مشاهدينا. فعلا زي ما انت بتوصفي كده الدنيا زحمه جدا جدا جدا. تامر حسني ليه شعبيه كبيره كبيره، عايز اقول لك انه الاقبال على الحفله يعني رهيب. انا عايز اقول لك احنا عشان نوصل بس من اول الطريق من بره من عند العالمين من عند المدينه التراثيه بدايه من يعني حوالي تقريبا كيلو 2 كيلو 3 كيلو في زحام، الناس مستمره. يعني الحقيقه انه يمكن تنظيم الطرق خلال الفتره اللي فاتت نقل اليو ارينا اللي كانت السنه اللي فاتت بتحتفل بيها هناك قدام الممشى نقلها الناحيه الثانيه عمل فرق كبير جدا جدا، لانه الاقبال رهيب. يعني اعتقد لو كان بالاقبال العجيب ده موجود الناحيه الثانيه كان هيبقى في تكدس، لكن الحقيقه نقلها للناحيه دي فرق كتير جدا جدا، ومع ذلك ما زال في اقبال كبير جدا جدا، ويعني طوابير للناس منتظرين يخشوا بالتذاكر من البوابه اللي ورايا دي، وفي بوابه ثانيه الحقيقه يعني متقسمين على البوابات، لكن طوابير البوابات رهيبه طويله جدا 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 جدا. وده اللي احنا كنا متوقعينه الحقيقه، انه الاقبال على تامر حسني يكون كبير، ودي ميزه مهرجان العالمين. يعني ان هو في نسخته الثانيه كان مختلف، ان هو واخد جميع الاذواق، يعني بيحاول يرضي كل فئات الفئات العمريه تحديدا. يعني تامر حسني هتلاقيه الفئات العمريه بدايه من 9 سنين و10 سنين بيسمعوه لحد 40 و50 سنه الحقيقه بيسمعوا تامر حسني. فده المختلف انه هتلاقي كل الفئات العمريه موجوده في تامر حسني، على عكس مثلا الاسبوع اللي فات كانت فئات عمريه معينه اللي ممكن تسمع كاظم الساهر وماجده الرومي. عشان كده مهرجان العالمين مميز في اختياره للفنانين اللي بيجوا عشان يرضي جميع الاذواق. لكن الموضوع ما اقتصرش فقط على يعني تامر حسني او الحفله الخاصه بتامر حسني، برغم التنظيم الرهيب الجميل اللي احنا شايفينه ده بعينينا، لكن كمان ان كنتوا بتكلموا من شويه وكانت جمانة بتعرض تقاريرها عن مباراه كره القدم واساطير كره القدم والرساله المهمه جدا اللي ارسلوها من ارض العالمين الجديده ومهرجان العالمين في نسخته الثانيه، انه لا للتعصب ونبذ العنف. لكن كمان في النهارده كانت حاجه مميزه جدا زيها بالظبط، وهي كره السله. كان في بطوله كمان خاصه لكره السله، واساطير كره السله الحقيقه كانوا موجودين النهارده في الناحيه الثانيه، المنطقه الرياضيه، وعملوا حاجه كده اسمها الهاف كورت. يعني اللي بيتابع كره السله هيلاقي نص الملعب اسمه هاف كورت، بس المره دي المميز والمختلف والاول مره في مصر انه يكون الملعب ده على الشط، يعني بيطل مباشره على البحر زيه زي ملعب كره القدم اللي كان موجود امبارح واللي جوانا كانت بتتكلم عليه. فعلا الحقيقه انه اساطير كره السله كانوا موجودين، وكان في مزيج جميل كده ما بين يعني اساطير ورموز كره السله اللي كانوا موجودين، وكمان الشباب اللي لسه صاعد واللي موجود في الانديه الصغيره ولسه والانديه والشباب اللي موجود في المنتخب. فده عمل كده نوع من انواع سد الفجوه ما بين الاجيال، وكمان بيرسل رساله واضحه مهمه جدا ان احنا عشان نحافظ دايما على مستقبلنا وحاضرنا لازم نتعلم من رموزنا. وده فكره يعني يمكن مصر بتسعى له الفتره اللي فاتت، هو الحفاظ على الهويه. عشان نحافظ على هويتنا لازم نتعلم من اللي قبلنا، وده كان جميل جدا، لانه يعني فكره وجود كل الوجوه سواء كانت القديمه او الحديثه او المستقبليه كله يكون موجود. كمان بجانب الحقيقه كره السله كان في يعني بطوله خاصه للفولي بول وكره الطائره على الشط، وكره الطائره ممكن تتلعب على يعني ارضيه ترتان عاديه او ممكن تتلعب على الرمله. كره الطائره الرمليه اصعب شويه، محتاجه مجهود بدني اكبر، محتاجه لياقه اعلى. كان في النهارده بطوله كمان الحقيقه لكره الطائره. فالفعاليات الرياضيه بشكل عام يعني الحقيقه ما توقفت، الفعاليات الرياضيه في مهرجان العالمين عامه مستمره. ده ما يمنعش انه الفعاليات المستمره يوميا غير البطولات لسه مستمره، يعني مثلا الباراموتور لسه موجود، السكاي دايفنج لسه موجود، المنطقه الترفيهيه بالالعاب الموجوده للاطفال، زيارات الطلاب الجامعيه لسه موجودين. الحقيقه ان هم بييجوا يعملوا كورال للغناء، بييجوا يعني كمان يرسموا، يعملوا فنون تشكيليه مختلفه، كل ده موجود. المميز كمان في الاقبال الكبير من العائلات اللي موجوده، ان يمكن احنا النهارده عشان ويك اند كمان اخر الاسبوع في اقبال كبير جدا على الساحل الشمالي بشكل عام، لكن تحديدا العالمين الجديده ناس كتير حبت ان هي تيجي وجت بالفعل اما بسياراتها الخاصه او بالمواصلات او بتحديدا الاتوبيسات اللي وفرتها وزاره النقل بالتعاون مع الشركه المتحده. الحقيقه ان هي نقلتهم من القاهره ومن اسكندريه
لحد العالمين الجديده في رحلتين على مدار اليوم. قابلنا اهالي الحقيقه من اللي ركبوا الاتوبيسات دي وسائل النقل دي وقلنا رايهم ايه، قالوا لنا يعني في ناس منهم كانت اول مره تيجي، في ناس جت قبل كده ولقت فرق التطور يعني بشكل او باخر عن السنه اللي فاتت، واشادوا جدا بالممشى واشادوا بالمنطقه الترفيهيه. فعاليات الحقيقه مهرجان العالمين يعني ما توقفتش ومش هتتوقف ولسه مستمره الاسبوع الجاي، لكن يمكن اهمها اللي كنا بنتكلم عليها فكره الطريقه الرياضيه او الجزء الرياضي اللي احنا حضرناه اليومين دول. ودلوقتي واحنا بنتكلم معاكم حالا اهو حفله تامر حسني، يبدو ان النجم تامر حسني خرج بالفعل خلاص على المسرح تجهيز يعني جامد، او على وشك ان هو يخرج خلاص، تجهيز واضح جامد جدا، والناس ابتدت تتحرك اسرع عشان تلحق مكانها في الاحتفال. ده طبعا صوره مصغره كده عن اللي بيحصل في مهرجان العالمين اللي مستمر لسه لحد 1 سبتمبر او 30، لكن الحقيقه ان المهرجان في اسبوعه الثالث سايب بصمه مختلفه خالص، سايب بصمه مميزه، سايب بصمه فريده، لانه المره دي هي النسخه الثانيه لازم تختلف عن الاولى، لكن الاكيد المختلف هي رؤيه الناس، واهم حاجه هي انبساط الناس، وده اللي موجود. وخلينا ناكد كمان انه برغم كل ده انه الحاجات اللي حصلت زي امبارح مثلا كره القدم، زي النهارده كره السله، اي عائد هيرجع بعد كده من الحاجات دي 60% منه حسب كلام الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه هيعود لاهالينا في فلسطين، ودي جزء مهم جدا جدا ناس كتير اشادت بيه الحقيقه. وجزء من اقامه الفعاليات دي الحقيقه في مهرجان العالمين ان هي ما تبقاش مدينه العالمين مدينه ساحليه شاطئيه موسميه فقط، لكن مهم ان هي تبقى مدينه سياحيه ومدينه سكنيه تسمح بدخول كل الناس في اي وقت طوال الوقت الحقيقه، وده اللي بيسعوا ليه حتى المباريات اللي هتحصل بعد كده سواء سله او كره قدم، هدفهم انه ده يبقى مستمر على طول الوقت، كل الناس تيجي ان هي تقدر تمارس هوايتها المفضله وكمان تستمتع بوقتها بشكل عام. يمكن دي كانت الصوره بشكل عام النهارده واليومين دول من العالمين الجديده وتحديدا من امام اليو ارينا منطقه الحفلات، دي كانت الرؤيه. هنطلع دلوقتي مع بعض لفاصل ونرجع تاني نكمل بقيه فقراتنا ونتابع مع بعض اكيد فعاليات مهرجان العالمين.